انا اشتريت انا وزوجي شقه ب 500,000. انا دفعت نص الفلوس وهو نص الفلوس. دلوقتي هو ما كتبش اسمي في عقد الشقه وقال لي ان هو هيكتب لي العقد من الباطن عشان اجراءات الغاز والميه والكهرباء وكده. دلوقتي هو خلاص كل الورق وكتب لي عقد بتنين شهور بس. هل العقد ده كافي لإثبات حق يعني في نص الشقه وكده؟ تمام، حاضر حاضر. لا بس ثانيه واحده بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. يعني هو كتب العقد مع هو اشترى العقد من المالك الاصلي وكتبه باسمه. وبعد كده كتب لحضرتك عقد تاني بينه وبين حضرتك. بنص الشقه طبعا. عقد سليم وساري طبعا. ايه مظبوط، عقد مظبوط. هل ممكن تسجله عندك؟ تقدري تسجليه طبعا، ملكيه على المشاع. حضرتك ممكن تسجليه كمان يا استاذه ايناس عادي جدا. يعني هل لو ما تسجلش عشان احنا مش هنعمل اي اجراء تاني، هل لو ما تسجلش او ما عملش عليه اي اجراء تاني، هو مجرد 2 شهور بس والعقد بيني وبينه، هل ده اجراء كافي لاثبات حقي او ملكيتي لنص الشقه؟ اه بس لازم الاول يعني حرصا على الكلام ده ان حضرتك يتسجل. تضيفي عليه الصفه الرسميه عشان حفاظ الحقوق. يعني لازم تسجلي العقد ده، انا انصح حضرتك عشان تضمني حقك بالظبط. يعني لازم يتسجل طبعا. حضرتك روحي الشهر العطاري سجليه مظبوط كده؟ لو ما تسجلش احنا يبقى احنا ليه دايما الناس بتهوى مخالفه الاجراء السليم؟ ما اللي معظم النار من مستصغر الشرر. هو لما انت حضرتك عندك الجهه الرسميه موجوده والجهه اللي هتحفظ لك على حقوقك موجوده، ليه معاكي ورقه تثبت بالزبط. الملكيه؟ ليه ما تروحيش تسجليها؟ ليه دايما نقول طب وانا لو معايا ورقه طب هيعتد بيها ولا لا؟ طب ما حضرتك اديها الصفه الرسميه واديها الشكل القانوني بتاعها عشان ما تتعبيش بعد كده.